الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا المجلس الثالث في مدرسة هذه السورة العظيمة، سورة الكهف. كان درس الأول اتكلمنا عن موضوع عام وهو قراءة عامة في السورة، وكان الموضوع بيدور حول موضوع السورة الأساسي وإيه القصص التي ناولتها سورة الكهف وإيه العلاقة بين كل ده وبين الدجال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بحفظ سورة الكهف 10 آيات، آخر 10 آيات، أول 10 آيات، وأخبر أنها تعصم من الدجال. وكان الكلام الدرس أغلبه كان بيدور حول معنى ما علاقة سورة الكهف بالإيه بالدجال، ولأن ده كان ليه ارتباط أساسي بموضوع السورة الرئيسي. بعض الشباب كان بيقول دلوقتي أو كان في بعض التعليقات أن الدجال أصلا مش مذكور في القرآن، فكان ده تعليق جيد كويس علشان هيسمعوا الكلام دوت كتير. يعني الدجال بيقول لك هو مش مذكور في القرآن أصلا، تتكلم في حاجة مش موجودة. هو السؤال من أين نثبت العقيدة؟ أنا دلوقتي عندي عقيدة، أنا بعتقد اعتقاد، أنا بجيب منين عقيدتي؟ هل العقيدة بجيبها من القرآن بس ولا من القرآن والسنة زي أي حاجة؟ وبشترط في السنة أن هي تكون سنة صحيحة طبعا. طيب أحاديث الدجال أين توجد؟ أحاديث الدجال موجودة في البخاري ومسلم، هذا أعلى درجات عندي، أعلى درجة عندي في الحديث، الحديث اللي اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم البخاري ثم مسلم، دي أعلى أعلى أحاديث في الدين كله. أحاديث البخاري الدجال موجودة كتير في البخاري ومسلم، ولولا ان الوقت ما يسمحش كنا سردنا، ولولا ان ده مش موضوع الدرس كنا سردنا احاديث الدجال اللي في البخاري ومسلم. فده يثبت عندي العقيده، مش ضروري تكون كل حاجه موجوده في القران، والا فانت في حاجات كتير من اشاهد يوم القيامه مش موجوده في القران في الحقيقه، تمام؟ فانما ذكرت فقط في الايه، فقط في السنه. فاحنا بنثبت العقيده بالقران والسنه ليه؟ والسنه الصحيحه دي مساله مهمه، ومش لازم كل كلمة في الدين تكون وجدت في القرآن، لأن القرآن يا جماعة الكتاب جمع كل شيء، لكن مش لازم كل شيء يتقال فيه، لأن ربنا بين لنا أن في حاجات هتتقال في القرآن وحاجات هتتقال في السنة. ولما أنا أحب أقول لك حاجة، إما بقولها لك بنفسي أو بأوحي لك على اللي يقولها لك، أقول لك الفلان ده مصدق هو هيقول لك. فربنا قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا، فقال لنا اللي موجود في القرآن موجود، واللي هيقوله الرسول برضو ايه خدوه، يبقى القرآن هو برضو اللي قال لنا ناخد منين. يبقى القرآن كان تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء، مش لازم هو نفسه يقول لك، تبيان اما هقول لك بنفسي او سأوحي لك اللي هيقول لك. فدي طريقة القرآن، اما التصريح او الإحالة. تصريح يعني القرآن يقولها بنفسه، الله يقولها بنفسه. الإحالة ان هو يحيل الموضوع لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، واخد بالك؟ فالسنة جاءت تبين أمور أجملت في القرآن، واضح؟ فالمهم يعني إذا ثبت شيء في السنة، عقيدة ثبت في السنة، فخلاص نحن نعمل بها زي ما بنعمل بأي حاجة. فلو أن إنسان قال لك لا طالما مش في القرآن يبقى ما أقدرش أثبته، يبقى نصل، نقول له بقى تبقى أنت هتصوم إزاي وهتصلي إزاي وهتحج إزاي. في حاجات كتير قوي، حاجات أساسية بتعملها كل يوم مش موجودة في ليه؟ مش موجودة في القرآن. عدد الركعات في الصلوات، الركوع والسجود وكيفيته وأذكاره، حاجات أساسية. أحكام في الطلاق وأحكام في النكاح وأحكام في كذا وكذا مش موجودة غير في السنة. فالسنة احنا لا نستغني عن السنة، ومن يدعي أن القرآن يغني عن السنة شخص جاهل. يعني فإجماع الأمة أن السنة إذا صحت فهي ملزمة لإيه؟ لكل مسلم. خلاصة يعني أن احنا مش معنى أن الدجال ما تذكرش في ليه؟ في القرآن، أن احنا نقول لا. طب أنت بتتكلم أي علاقة الدجال بليه؟ بالكهف؟ أنت تتكلم في موضوع وهمي؟ لا، هذه العقيدة طالما ثبتت في السنة الصحيحة يبقى احنا إيه نؤمن بها ونعتقدها، تمام؟ طيب يبقى ده كان موضوع الإيه الدرس الأولاني. الدرس الثاني بدأنا في أول قصة من قصص السورة، وهي قصة أصحاب الكهف، اللي هم اختصار فئة مؤمنة كانت تعيش في بلدة ظالمة كافرة، ملك كافر، شعب كافر، يعبدون الأوثان. والفئة دي نشأت واحد واحد، يعني هم كان كل واحد فيهم ما كانش يعرف التاني في الأول. كان شاب فيهم كفر بما عليه قومه، وكان بيعتقد بالتوحيد بس ما كانش فيه غيره، ما يعرفش حد تاني. بعد كده في واحد تاني في مكان تاني، وفي واحد تالت في مكان تالت، واحد رابع، لغاية ما بقوا 7. المهم إن
حصل قدرا سبحان الله ان قومهم طلعوا في عيد من اعيادهم الى معبد من المعابد، فكلهم عملوا نفسهم طالعين معهم، كلهم بيخفوا ايمانهم طبعا، هم لو اظهروا الايمان ممكن يقتلوا، فكلهم طلعوا ومعاهم بعد كده كل واحد فيهم ايه يعني زوغ كده وراح بعيد خالص عشان ما يشهدش ليه، ما يشهدش العيد الكفري دوت. وسبحان الله ربنا قدر ان كلهم خدوا نفس القرار وكلهم توجهوا لنفس النقطه، شجره كده كبيره كل واحد كان يفكر في القرار ده يروح مختار، فيجي في عقله الشجره ديت يقول حاوض عندها دي على اطراف المدينه ومحدش هيحس بيا، وفجاه وجد السبعه نفسهم جنب بعض في الشجره وما يعرفوش بعض، وكل واحد فيهم مش عارف يتكلم، كل واحد فيهم مش قادر يقول، مش قادر يسال اللي جنبه حتى انت مين ولا بتعمل ايه هنا، انه خايف يرد عليه برضه يقول له طب انت مين وبتعمل ايه هنا. لكن سبحان الله كان في احساس عام غريب عندهم ان هم مستريحين لبعض، وشعروا ان الايمان بيبان يا جماعه والكفر بيبان، الهدايه بتبان والضلال بيبان، وجدوا على الوجوه نور، وجدوا ان الارواح تالفت بشكل غريب، ارواحهم تالفت ما يعرفوش بعض، وده ايه من ايات الله، الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، تمام. فهم قلبهم قلب رجل واحد، فهم حسوا بالألفة لدرجة أن واحد فيهم طلع وقالها صريحة، قال يا قوم والله ما أخرجكم إلا الذي أخرجني، يعني ما فيش أكيد أنتوا قاعدين هنا نفس السبب اللي أنا فيه باين عليكم، يعني قال يعني عايز يقول إيه، كل واحد يقول اللي عنده خلاص. فبدأ كل واحد يقول أنا طلعت بسبب كذا وقومي كذا، نفس الكلام كل واحد قاله، وفي النهاية إيه وجد نفسهم بقوا سبعة، فوجد أنهم عندهم قدرة على الدعوة الآن، ممكن يظهروا شوية. فقاموا كما قال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، بدأوا قالوا دي يعني بدأوا يشتغلوا في الدعوة وبدأوا يكلموا الناس وبدأوا لغاية ما وصلوا الملك بتاعهم، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبدأوا يشتغلوا يكلموا الناس في الدعوة، لكن حصل صد شديد لهم لدرجة أن الملك لما علم بأمرهم هددهم بالقتل، لو كملتوا لو كلمتوا كلمة مع الناس لو شفتكم في أي مكان لو ما رجعتوش لملتنا ستقتلون فورا، ادهم مهلة بقى، ادهم ايه مهلة. وسبحان من ثبتهم، ربنا قال وربطنا على قلوبهم سبعة، تخيل سبعة في بلد كاملة وكل البلد عليهم، والملك أمر بقتلهم أو أمر بإحضارهم لقتلهم إذا لم يعودوا إلى ملة الكفر. تخيل الوضع عامل إزاي، يعني سبعة دلوقتي بنتكلم فضل الله في آلاف بل ملايين الملتزمين الآن، ولسه في واحد بيقول لك هنعمل إيه والواحد في فتنة ومش هنقدر، وأنت شايف الظروف، سبعة سبعة في دولة والتزموا وربنا حكى لنا قصتهم وخلدت هذه الذكرى لتكون عبرة لكل إنسان خش في الطريق، ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اشتغلوا على قد طاقتهم لغاية ما جابوا آخرهم، جابوا آخرهم في العمل الدعوي، ووصلوا إلى مرحلة إن ما كلمة كمان هنتقتل فعلا، والكلام مش هزار والكلام بجد. إيه القرار اللي هياخدوه دلوقتي أصحاب الكهف؟ إن هم هيعتزلوا القوم، لازم نعتزل الناس، ما فيش حل، أنا مش قادر أتكلم كلمة. فقرار اعتزال كامل، هيعتزلهم اعتزال تام. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، القرار هندخل جوه كهف ونقعد فيه ونستخبى من القوم ونأكل ونشرب فيه حتى يقضي الله أمرنا. هم مش عارفين لسه إيه اللي هيحصل، مش عارفين هيتصرفوا ازاي، بس اللي متاح دلوقتي ان في كهف على اطراف المدينه هنتقابل هناك وندخل هناك ونقعد فيه وناكل ونشرب بقى في الخفاء ونفضل نعبد ربنا في هذا المكان الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. وفعلا خدوا القرار دوت واعتزلوا كل الايه الناس دي. طبعا احنا عارفين بقيه القصه ان هم بعد 309 سنه او 300 سنه ميلادي هيقوموا قومهم، هيكون في ناس منهم امنوا وانتشر فيهم الايمان، وفي ناس هيؤمنوا بعد ما الناس دي تطلع، والملك في الوقت ده اصلا هيكون ايضا مؤمن، وسبحان الله تنتصر دعوتهم. يعني دعوتهم الاولانيه اثرت في الناس، هي كانت سبب في ان القريه دي بعضهم يؤمن بعد، بس ايه خدت وقت طويل، لكن ما زال كلمتهم مؤثره في الناس. يعني شوف تاثيرهم فضل يمكن مئات السنين علشان يجيب نتيجه، وظلت كلماتهم تتردد في اسماع الشباب اللي كانوا في البلد ديت، في جيل طالع ما سمعهم تاثر بيهم ولسه فاكرهم، وفعلا دعوتهم بدأت تجيب نتيجة، بس هم نايمين دلوقتي، نايمين في الكهف ما يعرفوش حاجة.
وإذا بالدعوة تبدأ تنتشر واحدة 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 لغاية ما بقت واقع في المدينة، يطلع الناس دول من الكهف يجدوا المدينة فيها ناس مؤمنين ويزدادوا إيمان بعد ما الناس دي تطلع، وفي ناس كفار يؤمنوا بسببهم، بسبب الحادثة اللي بسبب المعجزة ديت. وبعد كده تنتهي القصة ان هم يدخلوا الكهف تاني يناموا وما يقوموش. فسبحان الله قوم انتصروا وهم ايه؟ وهم نائمون. لكن احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات اللي سميناه ايه؟ سميناه نور وسط الظلام، ان هم دول كانوا شعلة النور اللي بدأت، ودول اللي في ميزان حسناتهم كل حاجة. كل الناس دي في ميزان حسناتهم، هم دول اول ناس قالوا ربنا رب السماوات والأرض. وده هيخلينا نمشي، نسمينا الدرس اللي فات نور وسط الظلام بسبب ايه الموضوع دوت. وده هيخلينا نمشي مع القصة واحدة واحدة ونتلمس اسباب النصر. اسباب النصر بدأت معانا بدعاء، لما قال تعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من لدنك رشدا. ادي الدعاء. نمرة 2، شفنا في القصة اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. الحرص على العقيدة والانشغال بالعقيدة وتصحيح العقيدة، وان يكون اول ما يتكلم فيه الناس، اول ما ندعو اليه الناس ان يصححوا العقيدة والاهتمام بالموضوع دوت. اذ قاموا بتقول لك الدعوة، لازم يبقى فيه دعوة، عايزين ننتصر يبقى لازم نشتغل دعوة. لكن انا اشتغل على نفسي بس واهمل الناس واطنش الناس ومش عايز اشتغل مع حد وانا مالي واللي يولع ويولع، عمرك ما هتنتصر. لان احنا لازم نبقى فئة مؤمنة عشان ننتصر، لازم نبقى فئة قوية ربنا يرى منا بذل، فبالتالي لازم نشتغل. مين اللي هيدعو الناس اذا كان الملتزمين كل واحد مشغول بنفسه؟ تمام. راينا فيهم ايضا فأووا الى الكهف اللي هو العمل في حدود المتاح. الناس بيعملوا اللي عليهم وجايبين اخرهم واشتغلوا في حدود اللي حدود اللي ربنا قدروا ليهم. ايه الحدود بتاعتنا؟ حدودنا نشتغل مع الناس. وصلنا لمرحله ان احنا مفيش غير ان احنا ناوي الى كهف، هو ده اللي نقدر عليه. اشتغلوا على المتاح، ما برروش لنفسهم ان احنا مقهورين يبقى ما نتكلمش، لا اتكلموا في الاول، وما افترضوش ان هيحصل لهم سوء الا لما حصل فعلا. يعني طالما لسه الموضوع في دايره الاحتمال اشتغل لغايه ما يبقى حقيقي. اول ما بقى فعلا الضرر واقع وحقيقي خدوا القرار على طول هنعتزل. يبقى في كل مرحله حتى هم مستضعفين اشتغلوا فيها، اتكلموا مع الناس، اتكلموا مع الملك لدرجه وصل التهديد لقتل حقيقي، ما لوش حل غير ان هم يقوي الكهف. عندنا دعاء، عندنا عقيده، عندنا توكل على الله، عندنا حسن ظن بالله هيجي معانا. فاوي الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. عندنا توكل عجيب وعندنا حسن ظن بالله غريب. دعاء، اهتمام بعقيده، العمل في حدود المتاح. تخيل واحد عقيدته سليمه، شغله سليم، ومع كده في توكل وحسن ظن ودعاء. هو ده، ادي 5 اسباب للتمكين لغايه دلوقتي ماشيين معانا. الناس دي بالخمس اسباب دول انتصروا هم نايمين. هو ده اللي كان في ايديهم، كان اللي يقدروا عليه ان هم يناموا، مفيش حاجه يقدروا يعملوها مع الناس اكتر من كده. خلينا نتكلم في الكلمه دي بقى، واذا اعتزلتموهم. منهج الاعتزال، او قصدي يعني اعتزال الناس، هل ده صح؟ يعني اللي عمله صح؟ اكيد احنا فاهمين صح طالما اتذكر في القران هو صح، بس احنا عايزين نفك الكلمه دي شويه. لان احنا نتكلم دلوقتي لما بتدرس اي كلمه في السوره بتدرسها في ضوء الايه؟ الاحداث. هو الناس دي اصلا وضعهم عامل ازاي؟ يعني هل انا اخد الموضوع دوت واعتزل الناس زيهم وانا كده كويس؟ هل اوي الى كهف؟ هل انت وضعك زيهم بالظبط؟ ما احنا برضو لازم تقيسها. تمام. هل انت للدرجه دي لو كلمت الناس هيقتلوك؟ يبقى انت لازم توازن. عايزين نفهم ان الاعتزال اصلا كلمه اعتزال دي على ليها 3 معاني. المعنى الاول هو اعتزال الشر، اعتزال الشر يعني المعاصي والمنكرات والبدع، وده واجب على كل مسلم يعتزل الايه؟ الشر. يعتزل ان هو ما يزنيش، ما يسرقش، ما يا لا تقربوا الزنا، ما يقتلش، ما يغشش، يعتزل الايه؟ الشر نفسه كشر. فاعتزال الشر في اي وقت، اي زمان، اي حاله، هو واجب على كل ايه؟ على كل مسلم، الا في حاله واحده، لو واحد مكره أكره على أنه يفعل شر، ده موضوع تاني. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا هو ده اللي عليه مشكلة. لكن واحد أكره أنه يقول كلمة الكفر، عمل الشر وما اعتزلوش، بس ده موضوع تاني خالص. فالمكره معذور. لكن بتكلم واحد من غير إكراه في أي زمان، أنت سواء أنت في الكهف ولا أنت في ذي القرنين ولا أنت في أي قصة من القصص بتاعتي ولا في أي وضع من أوضاع العمل الإسلامي، أنت مأمور أنك أنت تعتزل الشر.
دي بقى دي الحاجة الأولانية. طب الحاجة التانية بقى اعتزال أهل الشر. اعتزال أهل الشر، اعتزال أهل الشر ده ليه درجتين. اعتزال أهل الشر أثناء فعل الشر، تانية اعتزال أهل الشر بالكلية زي الحالة اللي احنا ايه فيها دي دلوقتي. هم دول اختاروا الايه الحل التالت لو أقصى الدرجات، اعتزال أهل الشر بالكلية تماما. طب ايه امتى اعمل ايه؟ طبعا احنا قلنا الأولانية دي مش ملهاش موقف معين، انت هتعتزل الشر عموما اي حاجة شر ما تعملهاش. لكن اهل الشر بقى هل مطلوب مني اعتزلهم؟ هنقوله حسب الحال. اولا اعتزال اهل الشر وقت الشر ده واجب. يعني دلوقتي اهل الشر دلوقتي بيعملوا الشر، بيسبوا الدين مثلا، بيشربوا مخدرات، بيتفرجوا على افلام اباحيه، هو دلوقتي بيعمل الشر، الواجب الانسان ايه يعتزله في الوقت دوت، الا لو كان سيامر بالمعروف او سينهى عن المنكر ويشعر ان وجوده هيكون ليه تاثير عليهم. فاذا في الحاله دي لو دي نيته هو قاعد، لو قاعد عشان كده وخالطهم علشان كده فده كويس. لكن يقول انا كده كده مش هعمل حاجه، لا هشاركهم ولا هتكلم، لا ده مش حل. وتشاركهم في الحاله دي ان انت تقعد مثلا في مجلس يعني يعصى فيه الله سبحانه وتعالى، هتقول ما هو اصحابي بيعملوا كده اعمل ايه؟ هو بيشربوا سجاير، بيتفرجوا على افلام، بس انا ماليش دعوه. يعني انت قاعد معهم هتنصحهم مثلا؟ يقول لك لا انا ده برضه بيتضايقوا مني. ما انت لا تنصحهم ولا تشاركهم، يبقى انت كده ضمنيا مشاركهم. ربنا قال كده وقد نزل عليكم في الكتاب، واجب يعني، ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى، يعني ممكن اقعد معاه تقعد معاه لو في خير، لو بيعمل خير، ما هو اهل الشر بيعمل شر على طول، ما اكيد في كده وفي كده، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري. طب انا بقى قعدت معهم بس مش هشتم ومش هقول حاجه، لا حتى لو قعدت معاه وانت مش تعمل حاجه، انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فممكن انا ما بعملش حاجه بس انت شريك في الاسم، لان انت شفته وسكت، شفته واقريته، شفته وما اتكلمتش، تمام. فحل ان انا اكون مع اهل الشر اثناء الشر بدون نيه ان انا اصلح او انصح او انكر، ده غلط غلط. تقول لي طب انا ما بعملش حاجه غلط، لا انت بتعمل حاجه غلط بالفعل، وهي انك انت تواجدت في المكان اللي فيه الغلط وما اتكلمتش، ما انكرتش. تقول لي اصل انا ما بقدرش اكلمه، خلاص اعتزل ليه؟ لما طالما لكش تاثير او انت ما بتعرفش تتكلم او انك انت عندك مشكله او 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 او، خلاص يبقى اعتزلهم، ابعد عنهم في الوقت دوت. طالما اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت، القاعده كده، اذا لم تستطع ان تزيل المنكر فايه زل انت، لو منكر ما مشاش امشي انت. والله يا جماعه بعد اذنكم انا همشي واقول كلمه يا اخي، قول والله ما بحبش اقعد، طالما بشرب سجاير ما بحبش اقعد معاكم. يا ممكن يا اخي نصيحه تنفع، ما تتكسفش اصحابك، يعني ما بقولكش كلم حد غريب، ولا حد غريب يعني هيقول لك ايه؟ هيقول لك جزاكم الله خير، هيقول لك انت مالك، يعني مش هيحصل لك حاجه وحشه، يعني اقصى حاجه هيصدك يعني، خاصة يعني ما فيش حد دلوقتي اللي هو هيقتلك مثلا او زي اصحاب الكهف، احنا مش في الحالة دي قوي يعني، مش الدرجة دي. لكن اقصى حاجة تسمع شتيمة مثلا عادي هتستحمله خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال له مجنون وساحر وكذاب، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني اصبر شوية يعني، ما نبقاش خفاف قوي كده. يقول لك هيزعلوا مني، طب ما طبيعي يعني، انت عايز كل الناس تكلمه ويفرحوا بيك، لازم كده وفي كده وفي كده. في واحد هيقول لك جزاك الله خير، في واحد هيشتمك، في واحد هيستجيب، في واحد هيقول لك ما لكش دعوه بيا، مش مهم يعني، انت كده كده ماجور في جميع الحالات، سواء اللي قبلك او اللي صدك، انت كده خدت اجر. اجر الايه؟ اجر الدعوه، اجر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله راح واحد استجاب، ده خير وبركه، دي زياده، لكن على الاقل انا خدت ايه؟ اجر الدعوه. يبقى انا لو شفت اصحابي، شفت قرايبي، شفت حد دلوقتي بيعملوا منكر، هم دلوقتي بقوا اهل شر في اللحظه ديت يعني، وده الآن يمارسون الشر، حاجة من الاتنين، هتقعد تنكر وتحاول تغير المنكر، تفضل اقعد، مش هتقدر، مش هتتكلم أصلا، يبقى اعتزل ايه؟ اعتزلهم في الوقت ده. طب اعتزلهم نهائيا؟ لا، ليه؟ هما مش وحشين للدرجات، ممكن تكون معاهم في حاجة خير، والله بنذاكر في مشروع بنعمله، بناكل، بنتغدى، بنتكلم في موضوع عادي، مش مشكلة تقعد معاهم في الايه؟ في الأوقات ديت. فاضل بقى الايه؟ التالتة، اعتزال أهل الشر بالكلية. هل ده ممكن يحصل؟
ان انا اعتزلهم اصلا ولا لا اقابلهم لا في خير ولا في شر ولا في اي حاجه. ممكن في حاله زي ايه؟ زي اصحاب الكهف اللي هو لا احنا لو شفناك هنموتك، انت لو اتشفت وتبلغ عنك خلاص. وكل الناس كده متفق على كده، مش مثلا انت خايف من فئه محدده ولا من امن ولا بتاع، لا ده المجتمع كله متربص بيك. لو حد فيهم شافك ماسك مصحف هيبلغ عنك، لو حد فيهم شافك بتصلي هتتسجن. ممكن يحصل كده، موجود دلوقتي، موجود في بعض الاماكن في الصين، موجود في بعض الاماكن في كوريا الشماليه. لو اتمسكت بمصحف ممكن تتسجن 15 سنه، لو شافوك بتصلي ممكن تتسجن، لو عرفوا انك صايم يقام عليك عقوبات. ممكن يحصل حاجه زي كده، موجود الان موجود في بعض بلاد في بس احنا ما بنسمعش غير على الاخبار القريبه، سوريا وفلسطين. لا ده في الصين مقاسي، في كوريا الشماليه مقاسي المقاسي. عايز اقول لك وارد يحصل كده. في الحاله دي تعتزل اهل الشر بالايه؟ بالكليه، قدر المستطاع بقى تبعد عنهم تماما طالما مش قادر. النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان سياتي على الناس زمان، يعني المسلم سيكون في شعف الجبال، ياخد غنمه ويطلع الجبال يقعد فوق الجبال. هيوصل الامر في بعض الازمنه لكده، ياخد غنم ويقعد فوق الجبال ياكل ويشرب وغنم وبتاعه، ويعتزل كل الايه؟ كل الناس، لان وجوده معناه الايه؟ معناه الضياع تماما. يبقى ده وارد. طيب لكن هل انا لو انا مش في حاله اصحاب الكهف، مش للدرجه دي، هل اعتزل اهل الشر بالكليه ده حل؟ ده حل خاطئ طبعا. بالكليه انا ما قلتش اعتزلهم وقت الشر ده اتكلمناه، بالكليه خلاص هقول ايه؟ طالما في زمن احنا في زمن فتنه انا ماليش دعوه بحد وكل واحد في حاله، وانا بقى صلاتي ومذاكرتي ومصحفي واللي يولع ويولع وماليش دعوه بيه. طب هو حد اصلا هددك بالقتل؟ لا، انت وصلت مرحله اصحاب الكهف، لا انا عادي مقبول في المجتمع وبعيش وعادي والناس بتحبني كمان. يبقى انت ما ينفعش تختار حل الايه؟ الاعتزال الكامل دوت. لازم انك انت، امال مين هيشتغل مع الناس؟ هو انت قبل ما تهتدي لو الدعاء كانوا خدوا فيك قرار زي دوت كنت انت هتهتدي اصلا؟ انت جيت بواحد كلمك وشيخ تعب معاك واخ واقف جنبك وواحد فكرك بالصلاه، لو كانوا هم نفس القرار ده خدوه قبل ما انت تلتزم ما كنتش انت نفسك التزمت. ليه لما انت بقى التزمت او انت التزمتي خدنا قرار خلاص ماليش دعوه بالناس والبلد دي تروح في 60 داهيه وهم اللي جابوا نفسهم ويولعوا؟ ليه يعني؟ نحن نريد الخير بالناس مهما كان، يعني مهما مش هتشوف اللي شافه النبي عليه الصلاه والسلام من اهل مكه. رغم ذلك يعني لم يفطر عليه الصلاه والسلام في كلام معاهم وفي دعوتهم، لدرجه ان ربنا زي ما قلنا في اول السوره بيقول ايه؟ لعلك باخع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ اسفا. السوره بتحط لنا حتى ايه؟ علامات مضيئه كده. لما انا النبي عليه الصلاه والسلام ما اعتزلش اهل مكه، لان هم ما قالولوش ان هو يتقتل. يعني هم حتى كانت حاجه ماساه كبيره جدا عشان بس يعملوا محاوله القتل ديت يعني. وفشلت في النهايه، لكن مش من الاول كده اتفقوا ان هو ايه؟ هيتلوه. قعد 13 سنه مش مهدد بالقتل، انما ده كان في الاخر خالص بس، وفي ساعتها هاجر زي ما حصل. اول ما تهددوا بالقتل دخلوا الكهف. لما النبي عليه الصلاه والسلام وربنا عالم ان الموضوع هيوصل للمرحله دي امروا قبليه على طول بالايه؟ بالهجره. وهم ما قرروش يقتلوه الا لما عارف ان هو ماشي، عارف لو هو كان هيفضل قاعد كانش هيجي جنبه ولا جنب حد من اتباعه. اذا هو ما كانش فيه داعي ان هو يعتزل الناس، كان بيخالطهم بيروح الكعبه وبيقعد وبيكلمهم وبيتكلم مع الناس. بيتعرض لايذاء، بيتعرض للشد، ممكن يتعرض لضرب احيانا، كان بيستحمل عليه الصلاه والسلام. لكن انا ما وصلش مرحله ان انا وجودي مرفوض تماما، لو ممكن اوصل زي اصحاب الكهف. يبقى اختيار ان العزله بالكليه ده اختيار غلط ساعتها. يبقى انا لازم يا جماعه، انا كاخ التزمت او ربنا هداني ولو لشيء من معاني الالتزام، ان انا ابتدي انصح الناس واكلمهم. هيرفضني واحد، هيرفضني 10، لو قابلني واحد بس ممكن ربنا ينفعني بيه، وكده كده انت واخد اجر ليه؟ اجر الدعوه. فاللي عايزين نقوله ان الاعتزال زي ما قلنا ايه؟ على الدرجات ديت. طيب دخل اهل الكهف، قال تعالى: واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. طيب فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وده ينقلنا الى النقطه الخطيره اللي قلناها، وهي ان الناس دي كان عندهم توكل عجيب على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن عجيب. احنا عملنا اللي علينا خلاص، ما تفكرش في بكره، تفكرش في كمان ثانيه. مش انت عملت اللي عليك؟ امتى تعاتب نفسك لو قصرت؟ لكن انا ما قصرتش في حاجه، عملت كل اللي اقدر عليه، واللي اقدر عليه دلوقتي اخش كهف خلاص. اطمئن، ربنا هيبارك لك في هذا القليل طالما هو ده الموجود وهو ده المتاح. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. امتى يا جماعه استعمل حسن الظن مع ربنا؟ وامتى يبقى عندي فعلا رجاء في ربنا؟ لو عامل اللي عليا. لكن مش عامل اللي عليك وبتحسن الظن بالله، ده ما اسموش حسن ظن.
هنا اسمه ايه؟ غرور، انك بتغتر ما بتعملش حاجة وفي نفس الوقت عندك حسن ظن بالله، زي المقيم على المعاصي مثلا يقول لك ربنا غفور رحيم. هل ده يوصف ان ده حسن ظن؟ ده مش حسن ظن. اقول ربنا غفور رحيم لواحد مقبل على التوبة عايز يتوب بيسأل على التوبة اتوب ازاي، ده نقول له ربنا غفور رحيم ونقول له ظنك في الله هيقع ما تقلقش، احسن الظن بالله هيقبلك وهو جاي اهو جاي. لكن واحد بيبعد عن ربنا نقول له ما تقلقش ربنا غفور رحيم، وهو يقول لنا انا مش قلقان ده ربنا غفور رحيم، نقول له لا انت مغرور. ده ايه؟ ده اللي هيتقال لهم يوم القيامه وغرتكم الاماني، اماني ده بيقعد حالم حتى جاء امر الله وغركم بالله الايه؟ الغرور. واحد مثلا مش شغال لا دعوه ولا التزام ولا بتاع ولا بياخد باسباب القوه يقول لك ايه ربنا ينصرنا، ده ما اسموش رجاء ولا حسن ظن، ده اسمه غرور. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. يبقى لازم انا عشان يبقى عندي حسن، اللي دلوقتي اللي نفسه يخلف بيتجوز واللي عايز ربنا يرزقه بينزل يشتغل يقول لك اسعى يا عبد ايه ونسعى معاك. يعني الناس فهمها في الشغل وفي الرزق وفي الجواز، طب ليه ما بنفهمهاش في النصر وفي التمكين وفي الاستغفار وفي التوبه وفي الهدايه؟ يقول لك لما ربنا يهديني، طب ما انت جربت وما هدكش، انت قربت وما قبلكش، انت جيت وطردك ليه؟ انت بتبعد وبتقول لما ربنا يهديني حاجه، ربنا مش هيهديك طول ما انت بتبعد، لازم انت تقرب، من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا. ففي فرق كبير يا جماعه بين ان انا احسن الظن بالله وان انا اكون مغرور، بغتر بالله سبحانه وتعالى، بغتر بكرمه. تمام، ما غرك بربك الايه الكريم. فالانسان عايز فعلا يكون عبد صالح يحسن الظن بالله يعمل اللي عليه. انا دلوقتي بطلب علم واحسن الظن بالله ان هو يعلمني، انا دلوقتي بظبط المنبه وعندي حسن الظن بالله انه يصحيني الفجر، انا دلوقتي بصاحب اختي بتصاحب الصالحات وعندي حسن ظن ربنا يهديني واتوب من اللبس الضيق وابتدي بقى اعف لساني عن الغيبه والكلام وبطل ماشي مع اولاد وربنا وتواجدت ورحت دار وبصلي معاهم اهو باخد بالاسباب يا رب اهديني انا مش عارف اتوب من زمان. انا احسن الظن بالله وبتقرب الى الله بروح المسجد وبسال عن التوبه والاستغفار والكلام دوت واعمل ايه والشيخ ساعدني وعندي حسن الظن بالله ان هو هيحميني ويقويني، ده حسن الظن المقبول. طيب ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. الحقيقه ان اصحاب الكهف لما قالوا فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا ادونا درس قوي جدا، وهو درس من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اصحاب الكهف مش قادرين يتواجدوا بين الناس مع الالتزام، اما ترجعوا او تختاروا تلتزموا جوه كهف، فاختاروا ان احنا نلتزم جوه كهف ونبعد عن القصور ونبعد عن دياركم ونبعد عن كل شيء ولو كلفنا ذلك ان نعيش جوه كهف. وهم متأكدين ان الكهف مع الهداية احسن بكتير من القصور مع الضلال، وان الكهف دوت مع قوة الايمان سيكون واسع ينشر، بص ينشر يتحسس ان الدنيا واسعة، ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من امركم مرفقا. فكأن اهل الكهف بيبعتوا لنا رسالة فأووا الى الالتزام، فأووا الى الهداية، فأووا الى الاستقامة ولا تخافوا، اعتزلوا الشر والمعاصي ولا تخافوا، خد قرار. لو كانت الهداية حتى في كهف فاطمئن وادخل في هذا الكهف، ووالله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم إيه؟ مرفقة. الذي خلقك الذي رزقك هو الذي أمرك بالاستقامة، فكيف تسيء الظن به؟ هل تتصور أن أنت تمشي في طريقه يخذلك؟ هل تتصور أنك تمشي في طريقه ويحرمك؟ هل تتصور أنك تمشي في طريقه ويتعسك؟ لا والله أبدا. الذي مشى على مراد الله هو الفائز، والذي حاد عن مراد الله هو الضائع. ربنا بيعدك بالحياة الطيبة لو أنت استقمت، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ طيبة، ولا نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ادخل في طريق الالتزام، وقفوا إلى كهف الهداية ولا تتردد. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والله ثم والله إذا اتسع القلب بالإيمان وذاق حلاوة الاستقامة والهداية لكان في أطيب عيش
وأعظم راحة ولو كان في كهف ضيق، فأووا إلى كهف الهداية والاستقامة. ألم تسمع لقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم تسمع لقول الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء؟ ألم تسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني؟ قال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. فالمعصية سبب لضيق الصدر، فأووا إلى كهف الطاعة ينشر لكم ربكم من رحمتي. فرعون وقارون كانوا أشقياء في القصور، وأصحاب الكهف كانوا سعداء في كهفهم، فأووا إلى كهف الهداية ينشر لكم ربكم من رحمتي. حتى لو ابتلاك الله في طريق الهداية في شيء من المال أو النفس، فاعلم أن ما رزقك من شرح الصدر ومن الطمأنينة والسكينة والسعادة الذاتية أعظم بكثير من شيء من الابتلاء في النفس أو المال. ماذا تنتظر؟ خذ القرار وأو إلى كهف الالتزام ولو كان في كهف، وابتعد عن المعصية ولو كانت في قصر، والله تعالى سيعطي غدا أهل الطاعة القصور في الجنان. قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وقال سليمان عليه السلام: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فنسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان وحلاوة الاستقامة، وأن يثبتنا على الهداية ولو كانت في كهف ضيق. آمين. دخلوا الكهف، قال تعالى: ويهيئ لكم ما يفرغ، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. إيه اللي حصل؟ هم دخلوا كهف عايد زي كهف، وما يعرفوش مقاسوش بقى مساحات ولا أبعاد ولا علاقته بالشمس ولا الكلام ده، ده كهف أي كهف دخلوا خلاص، هو ده كهف يلا نقعد فيه وحننام وحنصحى، فيش مش محتاج يعمل أي حسابات. كان ربنا سبحانه وتعالى يقدر أن الكهف ده كهف خاص. ليه اختاروا الكهف ده دون عن باقي الكهوف؟ الله تعالى هداهم لهذا الكهف، لأن الكهف ده كهف غريب مميز. الكهف ده الشمس ما بتضربش فيه أبدا، لا هي بتشرق ولا هي بتغرب. فتزاوروا عن كهفهم ذات اليمين إذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني أشعة الشمس لا تسلط على من هو داخل الكهف، فبتيجي دايما بإيه؟ بزوايا كده، بحيث أن يدخل الضوء والحرارة وفي نفس الوقت ما يتأذاش الإنسان من تسلط أشعة الشمس عليه. أنت عارف أشعة الشمس لما تتسلط على الإنسان ممكن تؤذيه يعني، لكن هو محتاج في نفس الوقت للضوء والحرارة، فيجي لهم الضوء والحرارة في نفس الوقت ما بتسلطش أبدا عليهم في أي وقت من أوقات اليوم، فيش مرة تتسلط عليهم الشمس كده. طبعا دول هيناموا 300 سنة، فلو حصل الشمس تسلط عليهم على الوضع دوت ممكن يتأذوا جدا. تمام. فده توفيق من الله، توفيق من الله. ده هم ما عملوش عشانه حق يعني هم ما اختاروش حاجة، ما عملوش أي حسابات عشان يختاروا الكهف. إذن رعاية الله لك لا تقتصر على الأمر اللي انت بس رايح له، دي بتشملك في حاجات تانية محيطة ممكن انت مش واخد بالك منها خالص. يعني انا عملت اللي عليا وطلبت من ربنا الهداية مثلا في حاجة معينة، خد بالك. ودي ميزة الدعاء العام اللي هم قالوه في الاول، وده اللي قلت لكم مرة اللي فاتت لما قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من ايه امرنا رشدا. عشان كده قلت لكم الادعية العامة دي احلى. ليه؟ لان هي بتجيب معك في كله. عارف هم قالوا رب الملك، يا رب الشعب، يا رب الناس، يا رب احدده، خلاص على قد ما انت طلبت. لكن هم قالوا ايه؟ كله دي بقى وما يعرفوش دخل فيها الكهف ودخلت الشمس ودخل الكلب، قصة كبيرة حصلت وملئت رعبا وبتاع وقصة كبيرة دخلت في كل في الدعاء دوت بس. فتخيل انت، ذلك جميل انك انت تطلب من ربنا بعموم: يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تلاحظ بقى الهداية. عشان كده بعد الموضوع ده جه: ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لأن الحقيقة إن اختيار الكهف نفسه كان هداية من الله، لأن الظروف اللي يتعرض ليها الكهف مع الشمس
كانت محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك انت ممكن في طريقك الله يحصل لك هدايات انت مش واخد بالك منها. ليه صليت في المسجد ده النهارده؟ ليه قابلت فلان؟ ليه رحت السكشن والمحاضرة دي متأخر فاضطريت قابل فلان مش عارف حصل ايه؟ هتلاقي في قصص كتير قوي حصلت في حياتك انت مش عارف حصلت ليه، واخرها ربنا هداك، او اخرها ربنا وفقك لحاجة معينة، قصص غريبة وما كنتش عامل لها حساب. دي اسمها هدايات. ليه مشيت في الشارع دوت؟ ليه ما مشيتش في الشارع دوت؟ وليه سكنت جنب فلان اللي في الاخر اتجوزت بنته؟ ايه اشمعنى سكنت هنا؟ وليه فلانة خضرا راحت قابلت فلانة اللي سألتها في الموضوع انتهى بخير ليها؟ حاجات انت ما كنتش اصلا عامل حسابها. هدايات كتير جدا، يعني ممكن هداية تكون يعني انت فعلا عايز الهداية بس كنتش عارف هيحصل ايه. ربنا يقدر مسجد معين واخ معين وموقف معين وقصة غريبة عجيبة عشان ربنا يهديك في الاخر. تخيل. عشان كده تدبير ربنا ليهم موضوع الكهف والشمس والكلام دوت، ده ممكن يحصل لواحد فينا عادي كل يوم. انت ما تعرفش انت بيحصل ايه من وراك. في ملائكة بتدبر امور بامر الله تعالى، والمدبرات امرا. في حاجات كتير قوي تحصل وانت ما تعرفش عنها حاجة. فاذا كنت فعلا من اولياء الله الصالحين ستجد التدبير العجيب. ان ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الايه؟ يتولى الصالحين. فممكن احداث كونية تحصل عشان واحد بس، واحد بس، شمس وقمر وسحاب ودنيا تتحرك عشان واحد بس، ولي لله سبحانه وتعالى. عارفين قصة، القصة المشهورة بتاعت الرجل اللي كان سمع صوت في السحاب، يقول صوت، سمع سحابة فيها صوت، صوت بيطالع، صوت حقيقي. حديث صحيح مسلم، اسقي حديقة فلان، اسقي سامع هو صوت، في اسم بيتقال في السحابة، اسقي حديقة فلان. السحابة كانت ماشية كده لفت ومشيت ناحية تانية خالص، وفضل ماشي وراها بقى، انا عايز اعرف اخرة السحابة دي، لغاية ما وصل بيقول لي واجه في حتة امطرت في حتة محددة، نزل المطر ده على الصخور. الصخور ديت انت عارف الصخر بيعمل مسارات مية، مية تمشي فيها، بيقول المية كلها مشت في مسار واحد بس، يعني رغم ان في مسارات مفروض مية بتتوزع فيه، بيقول كل المية مشت في مسار واحد بس. بيقول فضل تمشي ورا ليه؟ ورا المية، لغاية ما لقيتها راحت لأرض واحد بس، واحد بس، كل المطر ده في الآخر راح لأرض واحد بس. بيقول لقيت راجل قاعد يلم المية بتاعه وبيصب في، وطبعا تخيل الراجل ده ما يعرفش الأحداث دي كلها، مية جت ما يعرفش إن في سحابة اتحركت بأمر الله وفي مجاري مية اتسخرت ليه، ما يعرفش. في كام حاجة ممكن تحصل لك زي كده وأنت ما تعرفش. طب يا رب أستجلب ده إزاي؟ انك انت تكون اهل لذلك، ان ربنا يتولاك. بس يتولاني ازاي؟ قدم السبت، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. مين دول؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. امنوا يعني عقيدتهم سليمة، كانوا يتقون عبادتهم سليمة، وبيتركوا المعاصي. يتقوني، يتقوا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بالتالي عشان طريق الولاية سهل، مش طريق الولاية ان انا ايه اتطوح مثلا هوبا حي الله هي، لا ملوش اي علاقة الدولة دي بدعة اصلا، ولا ان انا اتصوف مثلا والبس مقطع وانعكس شعري بتاع كده من اولياء الله الصالحين، ولا ان انا ابقى مع المجازيب مثلا من اولياء الله الصالحين، ولا احضر موالد والبس اخضر وبتاع كده من اولياء الصالحين. كل ده ما انزل الله به من سلطان. طب لازم امشي على المية مثلا اجرب نفسي عشان اعرف ان اولياء الصالحين ولا لا؟ طب اطير في الهواء لازم؟ دي كرامات ممكن تحصل ممكن تحصلش، يعني مش الاولياء بس مش هم اللي ماشوا على المية. كان مره طلعنا رحله كده مع الاخوه في فيلا فيها بسين يعني، فقال انا عايز اتاكد من اولياء الله الصالحين ولا لا. قال اشوف لو مشيت على المية يبقى انا من الاولياء. طبعا غرق الله يرحمه. فبس طلع مش اولياء الصالحين فعلا، ما مشاش على المية. سواء كان بيهزر يعني عايز اقول لك ان ايه، ان احيانا احنا بنفترض ان الولي ده بس هو اللي ايه، هو اللي بيعمل خوارق، اللي بيجي له كرامات خارقه يمشي على الميه. طبعا اكيد اللي بيمشي على الماء يعني طبعا مش غير بقى الصحراء، الصحراء ممكن يمشي على الميه بالجن، ممكن في سحر في صحراء فعلا مشوا على الميه وموجودين على اليوتيوب، ده جن ده مالكش دعوه بيه. عشان كده اربط دايما الكرامه بفعله. لو هو انسان صالح يبقى اللي بيحصل ده ايه؟ كرامه. لكن لو انسان فاسد يبقى اللي يحصل ده مش شياطين.
ذلك الإمام الشافعي قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تشهد له بالولاية حتى ترى اتباعه للسنة. لو كان فعلا على السنة يبقى دي كرامة من الله، لو كان مبتدع ضال لكافر يبقى دي من الايه؟ من الشياطين. مش ممكن تشيل واحد تمشي على الماء عادي يعني. المهم يعني ان طريق الولاية ما يلزمش ان يحصل لي الحاجات دي عشان اتأكد انا بقى انا من اولياء الله الصالحين. ولي الله الصالح هو العقيدة السليمة، عبادة السليمة، ترك المنكرات، بس كده انت كده من اولياء الصالحين. ليه؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال في الحديث القدسي ربنا بيقول من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. بيت الحديث بيبين طريق الولاية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يبقى طريق الولاية واضح، شوية فرائض مع شوية إيه؟ نوافل، خلاص أنت كده ولي الصالحين. بعد كده ربنا بقى يبقى سمعك وبصرك ويدك، وإلى أين سألني لا أجير لا إيه؟ لا أعطينا ولا إن استعاذني إيه؟ لا أعيذنا. الموضوع مش صعب. بل أحد السلف كان بيقول أنتوا بتسألوا على الكرامات ليه؟ ده هو كونك لسه إلى الآن رغم كل الفتن دي ثابت ومستقيم، ده دليل إن ربنا معطيك كرامة كبيرة قوي. فكان بيقول إيه؟ أعظم الكرامة دوام الاستقامة، يعني كونك ربنا مثبتك رغم كل الأمواج العاصفة ديت، دي أعظم كرامة من الله. عايز أنت دي أحسن من المشي على المية والطيران في الهواء طبعا. إن ربنا مثبتك مع نفسك، كل أصحابك اللي ألحد واللي انحرف واللي رجع للمخدرات واللي رجع للسجاير واللي حلق دقن واللي بتاع، وانت في وسط العواصف دي مكمل عادي، دي كرامة كبيرة قوي قوي. أعظم الكرامة دوام الايه؟ دوام الاستقامة. فأنا لو عايز ربنا يعني يتولى أمري أعمل الايه؟ أعمل الموضوع دوت. رسالة لكل ايه؟ اخ خايف من الايه؟ من عواصف الفتن. كتير من الاخوه يقول لك انا خايف انتكس مثلا، اخوات خاصه المنتقبات منهم يعني مع الحملات الشديده عليهم وكده، تقول لك انا خايف على نفسي، خايف ارجع تاني، خايف اقلع النقاب، خايفه. الكلام ده يا اخواني لازم ان احنا نفهم الايه اللي احنا بنقراها، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ايه؟ وليا مرشدا. اذا الامر متعلق ان ربنا يختارك، بس انا مش بنظر لحجم الفتن، ولا بنظر لحجم الضغوط عليا، ولا بنظر لمدى مكر الظالمين بيا، كل ده ما يفرقش معايا في حاجه. انا بنظر بس ان انا اتاكد وان انا اسعى وان انا ابذل مجهود ان ربنا يختارني مهتدي. بس دي لو حصلت اقسم بالله ما حد يقدر عليك ولا يقدر عليكي ولا حد يقدر يدخل في قلبك رغبه في الضلال ابدا. اذا هداك الله سبحانه وتعالى، الموضوع مرتبط بعلاقتك بربنا. في ناس يا جماعه من فتن اقل من كده وقعوا صح، وفي ناس فتن اكبر من كده ما وقعوش. ما لهاش علاقه بالايه؟ الفتن دي كبيره يبقى كلنا هنقع، الفتن دي صغيره كلنا هنثبت. لا، ممكن تبقى الفتن صغيره وواحد يقع، وممكن الفتن كبيره وواحده تثبت. الموضوع مرتبط ربنا اختارك ولا ما اختاركش. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ بلى، هو عزيز سبحانه وتعالى. فإذا أراد لك العزة انسى، لا تنتكس أبدا. يبقى أنا عايز أضمن نفسي ما انتكس، إلجأ إلى الله، أطلب منه الهداية، امشي في طريق الهداية، أصدق في طلب الهداية. نفسي تستمتع بدعاء صلاة القنوت، اللي لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل حاجة كل يوم اعرف ان دي حاجة مهمة جدا وما تسيبهاش أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان كل قنوت كان يرفع يديه استمتع بقى استمتع، وكان يقول اللهم اهدنا في من هديت. لو ربنا استجاب للدعوة دي وهداك في من هدى، والله مهما كانت الفتن لا هتقلع انقاب ولا هتنتكس ولا يحصل لك اي حاجة، ما تخافش بس قولها واستمتع بدي. وعافنا في من عافيت، لو اختارك في اللي عافاهم للادي خلاص كده استمتع. وتولنا في من توليت، اقسم بالله لو ربنا تولى امرك كل حاجة اتحلت خلاص.
خلاص لو اجتمع من بأقطارها عليك والله أبدا ما يقدروا عليك. لأن شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فكيدون في القرآن، فكيدوني جميعا، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وما تقولوا ليش عايزها فجأة. إيه الثقة دي جايبة منين؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يبقى أنا أسعى في طريق الولاية. قلنا إيه طريق الولاية؟ طريق الولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طريق الولاية عقيدة صحيحة إيمان، طريق الولاية تقوى عمل صالح ترك المنكرات. انسى بقى خلاص، صدقني لو حصل انك انت اوتيت انتكست او وقعت، اعرف ان انت اوتيك من قبلك انت اللي فتحت الباب. لكن لو انت محصن نفسك بالعقيدة الصحيحة والتقوى ربنا ما يخذلكش ابدا ابدا. طيب شفنا الراجل ازاي كم كرامة حصلت له بتاعت الحديقة ده، ممكن ربنا يدبر لك شمس تتحرك وأقمار وكواكب وسحاب وملائكة. ده ربنا رضي عن راجل صالح بعت 2 أنبياء عشان يبنوا جدار للأحفاد بتوعه هيجي معانا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته. انت عارف ربنا أرسل مين؟ أرسل موسى ثالث أعظم رجل في التاريخ، والخضر ناس قالوا نبي وناس قالوا مش نبي، 2 دول عشان يبنوا جدار علشان خاطر جد العيال دوت. كان راجل كويس، تدبير عجيب. يا ترى بيحصل في حياتي كم حاجة زي كده وانا ما اعرفش؟ طب انا اسعف كده ازاي؟ اعمل عليك، ارضي ربنا قبل ان تتوكل وتحسن الظن. احسن الايه؟ احسن العمل. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود. يعني ازاي تحسبهم ايقاظا؟ قيل فيها اقوال، بس يعني قيل ان اعينهم كانت مفتوحة، دي معجزة كمان، عينهم مفتوحة 300 سنة في الاتربة وفي الحرارة ولا حصل لها اي حاجة. وقيل ان عينهم مفتوحة علشان لو حد دخل عليهم يفتكرهم ايه؟ صحيين، فيخاف يعني ان لو ساعه نايمين ممكن يخش يشوفهم يأذيهم. كان هما كده شكلهم ايه؟ يخوف يعني، لملئت منهم ايه؟ رعبا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. طبعا ده مفهوم تقليب دوت علشان لو واحد نام مدة طويلة جدا جسمه يتأثر، سموه قرح الفراش دلوقتي، جسمه يحصل له مشاكل جامدة جدا. فربنا كان بيقلبهم شوية يمين شوية شمال شوية يمين شوية شمال علشان يحفظ أجسادهم. فشوف بقى الشمس والتقليب، ده واحد نايم، تخيل كل التدبير ده بيحصل واحد نايم لكي يرعاه الله سبحانه وتعالى ويحفظه. طبعا بنتكلم قرح الفراش ده لو واحد نايم على البتاعة الطبية دي هيجي له قرح فراش. ده نايم فين؟ في كهف، يعني 2 3 مش هيحس بظهره. 300 سنة وصحيين، حتى هم صحيين مش حاسين بتعب زائد، يعني هم لما يصحوا دلوقتي هنشوفهم صحيحين عادي، كأن قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، يعني لا ظهري مكسر ولا مقتب، يعني مفيش حاجة حصل، هو قايم عادي زي بيقوم كل يوم، يعني مفيش أي تغيير أو أي شيء غريب حصل فيهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. إيه موضوع الكلب؟ إيه اللي جاب الكلب ده دلوقتي؟ أو قال لك بقى إيه؟ قال لك إن الناس دي لما اتجمعوا السبعة ما كانوش يعرفوا بعض، وقرروا يروحوا الكهف، وهم ماشيين في الطريق في كلب لحق بهم، تعلق بيهم يعني وبدأ ماشي معاهم مش عايز يسيبهم. فهم لقوا ان هو مفيد، يعني ممكن يعني يحرسهم بالليل، لو ناموا ممكن هو يقف، يعني لو حاجة جاي حد هو بتاع، يعني مفيد يعني الكلب يفيدهم. فقالوا نستعمله في الايه؟ في الحراسة، وخلوه يمشي معاهم. والكلب برضو شوف تسخير، يعني هو ايه الكلب ده وشمعنا دول وليه يختار دول وليه يجري وراهم؟ ومش طبيعة الكلب يمشي ورا ناس كده يعني الا لو احسنوا اليه، هو لوحده مصمم ان هو يكمل معاهم. تدبير كله من اول الشمس لغايه الكلب، كل ده شغال عشان 7 عايشين في زمن ما في ارض ما. سبحان الله. الكلب وصل معهم للكهف، دخلوا ما دخلوش الكلب بقى، شاوروا له ايه؟ يقعد هنا، وده مكان الكلب، الكلب مش مكانه جوه، خش جوه الكهف تعمل معنا ايه؟ فالكلب الملائكه لا تدخل بيت فيه كلب ولا صوره. الكلب لا يجوز اقتناؤه الا لاغراض شرعيه زي الحراسه زي
زي الصيد، زي حراسة الزرع ونحو ذلك. لكن اقتناؤه للتسلي حرام، للعب حرام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي الحديث الثاني من اقتنى كلبا، من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا كلب زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. كل يوم ينقص من إيه؟ من حسناته قيراطان، ينقصه كده، يروحه كده وخلاص، علشان عنده كلب بدون سبب شرعي، لا هو حراسة ولا بيحرس زرع ولا بيصطاد بيه، جايبه كده إيه يتسلى. فهذا يدل على حرمة اقتناء الكلاب إلا الأسباب الشرعية. وبالتالي الكلب لو مثلا واحد قال لك أنا جايبه حراسة، طيب هو اللي بتجيبه حراسة ده بيقعد معاك في الأوضة؟ بيعمل له سرير جوه الشقة؟ ده إيه الكلب الحراسة؟ ده إحنا اللي بنحرسه حضرتك، مش هو اللي بيحرسنا كده. أيوة بجد، هو بيخلي باله منه قوي، يخاف عليه ويطبطبه وبتاع، كلب أمور خالص يعني، بيهوهوش حتى وبينزل يفسحه الصبح ويحميه، يعني ده مش كلب حراسة ده حضرتك. عشان كده الكلب ما دخلش جوه الكهف، لو دخل جوه الكهف يبقى الناس دي بيت إيه؟ بتكذب بقى. هو في كلب حراسة بيبقى قاعد جوه ولا بيقعد بره؟ حراسة بيقعد بره، وإلا لو جوه إيه الفايدة؟ طب الحرامي دخل خلاص، الكلب يبقى بره. آه أنا لو أنت عندك فيلا وحطه في الفناء، ما كلبهم بس يعني إيه الوصيد؟ الوصيد يعني الفناء، يعني الفناء الحتة الواسعة اللي قدام الكهف يعني. فلو أنت عندك فيلا وحطه بره أصدقك، عندك مزرعة وحطه بره، عندك ماشية وحطه معاهم أصدقك، لكن حطه في قطك جوه الشقة إيه ده؟ حراسة أي حراسة؟ فضل إن هو يكون كلب لولو أصلا يعني، ما ينفعش يحرس قطة، فما يعني مش مقنع أبدا الموضوع ده. فإذا يا إخواننا ما حدش يضحك عليكم، اقتناء الكلاب بغير هذه الأغراض الشرعية حرام. الحديث صحيح من اقتنى كلبا ليس كلب صيد ولا كلب زرع فإنه ينقص من أجر كل يوم قيراطان. عشان كده الكلب ما دخلش معهم جوه الكهف، إنما فضل إيه؟ فضل بره يحرسهم، وكان هدفه ليه؟ هدفه الحرس. بعض بيستدل الموضوع ده على جواز اقتناء ليه الكلاب، لا هو الكلب ده كان جايبين يلعبوا بيه، ما جابوه حرسة، وباصد زراعي بالوسيط. كلب تخيل قاعد كده بره قدام الكهف بيعمل إيه يعني؟ يلعبوا بيه؟ طب ما يلعبوا بيه دخلوه جوه، لكن هم حاطينه لليه؟ للحراسة، على الأقل ينبههم. وكلبهم باسط ذراعي بالوسيط، قصة كبيرة. الكلب اتقال في القرآن، ده ما الموضوع يعدي، لا الموضوع ما يعديش. هذا الكلب له شرف، شرف صحبة الصالحين، فلما صحب الصالحين شرف بشرفهم رغم خساسة القلب في الوضع العادي يعني. لكن الكلب ده نال منزلة كبيرة قوي، ليه؟ لأنه صاحب الصالحين وخدمهم. فما بالكم من يخدم العلماء ومن يصاحب الأتقياء؟ الكلب شرف بصحبة الصالحين، فكيف بإنسان يصحب الصالحين؟ شرف بخدمة الأولياء، فكيف بإنسان يراعي حرمة العلماء ويخدمهم ويرعى في مصالحهم ويحبهم ويجلهم ويعف لسانه عن سبهم؟ لا شك ده ليه قدر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. ده لو عاصي صاحب الأولياء والأتقياء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ده لو عاصي قاعد وسط صالحين وماتوا كلهم هيخش الجنة معهم، ولو قاعد معهم كده بس ياخد أجر زيهم. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، خد نفس الأجر، ربنا قال الملائكة اكتبوا له أجر زيهم. طب ليه يا رب ده مش كانش منهم مش زيهم؟ لا زيهم، طالما قاعد معهم خلاص يلحق بهم. بالتالي لو انت يعني لسه الدنيا مش ماشيه معاك، امشي مع الناس كويس على الاقل، ابعد عن الفاسدين يا اخي. حتى لو ما وصلت لهمش يمكن ربنا يوصلك ليهم بمعرفتك ليهم، بس بخدمتك ليهم، برعايتك ليهم، وليهم شفاعه. حتى لو يوم القيامه الموضوع باظ منك، الناس دي هتفتكرك وهتقول يا رب كان يصلي معنا، يا رب كان بيمشي معنا، يا رب انا عارفه، يا رب يطلع من النار فيشفع فيأذن الله، فتلاقي نفسك ايه لو قد لا قدر الله يعني حد دخل النار. لكن لو كل اصحابك فاسدين هتلاقي مين هيلحقك بقى يوم القيامه؟ فصحبه الصالحين خير في كل الاحوال. شوف بقى الحته دي جميله قوي، عشان تعرف ان السوره بتحارب الدجل. ايه الدجل؟ الدجل ان الايه الملك هو الحاجه الكبيره وبتاع، والكلب ده حاجه خسيسه. لا، الاقدار دي في نظر اهل الدنيا بس، انما الاقدار عند ربنا بتتقاس كده، الاقدار عند ربنا بقدر التقوى وقدر الايمان. عشان كده في القصة دي تذكر الكلب وما تذكرش الملك، لأن الكلب ليه هنا شرف والملك ملوش كرامة ولا شرف.
فتم احتقار الملك وعدم ذكره وتم ذكر الكلب لما إيه؟ لما فعل. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ربنا أكرمه والنسب إليهم كمان، ما قالش والكلب مثلا باسط ذراعيه بالوصيد، قال له إيه؟ وكلبهم. وده أي حد بينسب لشريف بيشرف بشرفه، مش كده؟ لو قلت لك مثلا ساقي الملك، وزير الملك، أي حاجة تبقى تحس إن كلمة الملك دي بتزودك يعني. لو قلت وزير بس، ساقي مش حلوة، لكن ساقي الملك كبيرة، أقول كلبهم كويسة يعني، تشريف. عايز تعرف ال- 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 الإحساس، تحس الكلمة دي، شوف ربنا سمى الناس الفاسدين في قصة الفيل إيه؟ سماهم أصحاب الفيل، ما قالش وفيلهم مثلا. دايما الأقل ينسب للإيه؟ للأعلى منه. فلما كان هم أعلى من الكلب، الكلب خد الشرف فبقى كلبهم. ولما كان التانيين أقل من البهايم، ربنا نسبهم هم للفيل، ما نسبش الفيل ليهم، فقال أصحاب الإيه؟ الفيل. فالفيل هو اللي مهم يعني، الفيل ده ملوش ذنب، ده كويس، وانتوا آخركم يعني يتقال عليكم أقل من البهايم، أصحاب الإيه؟ أصحاب الفيل. عشان كده أحد السلف كان يقول: لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. يعني أكون أي حاجة بس في الخير أحسن ما أكون حاجة كبيرة قوي في الشر. إن حاجة كبيرة قوي في الشر عند ربنا ولا حاجة، حاجة صغيرة قوي في الخير عند ربنا كتير قوي، خاصة في زمن الايه؟ الفتن. خد بالك، الكلب ذكر مرتين بالثناء في القرآن، مرة هنا عشان صاحب الصالحين، ومرة في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فذكر الكلب هنا بالثناء لأنه معلم، عنده علم، بيعرف يصطاد ويعرف يحرس، عنده متعلم، كلب متعلم. إذن الكلب نفسه خد الثناء لما اجتمعت فيه حاجتين، أو مرة ومرة، مرة بسبب العلم ومرة بسبب صحبة الصالحين. وهي دي النصيحة اللي هتنتهي بها القصة ديت، وهي المخرج من الفتنة الشديدة اللي فيها أصحاب الكهف. أتل ما أوحى إليك من كتاب ربك، أدي العلم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أدي ليه؟ أدي صحبة الصالحين، عشان تعرف إزاي تنال الشرف. الشرف بالعلم، والعلم في القرآن، ثم صحبة ليه؟ صحبة الصالحين. كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. خد بالك من حاجة، الكلب ربنا ما قالش ان هو بيقلبه، وبيقلبهم هم. طب الكلب تقلبش ليه؟ مع نفس، خد بالك الكلب ونام زيهم، قاعد هو كلب كده بس نايم برضو، قاعد زي نفس الوقت، واضح؟ طب ليه الكلب ما تقلبش زيهم؟ قالوا فيها عدة اقوال. القول الاول كلهم صح يعني، الاولانية ان لا يناسب كلب الحراسة اصلا ان هو ايه؟ يتقلب. كلب الحراسة بيبقى مدرب، التدريب بتاعه انه بيفضل قاعد كده مركز، فحتى يكون مناسب للوظيفة بتاعته ربنا لم يقلبه. الأمر التاني حتى لا يلفت الأنظار، إن الكلب بره، هما جوه تقلبه زي ما هو عايزين، لكن بره لو كلب تقلب هيلفت الايه؟ الأنظار، والمطلوب إنه حدش يلتفت إن في مكان إيه؟ إن مفيش حد هنا. الأمر التالت بقى، ودي أجمل وأجمل، إن خيل إن ربنا قدر ذلك علشان الناس ما تفتكرش إن حفظ أجساد الناس اللي جوه علشان حصل التقليب. لا، ربنا يقدر يحفظ أي حد حتى لو بدون إيه؟ بدون تقليب. فحفظ هؤلاء بالتقليب، وحفظ الكلب بدون تقليب، ليعلم الناس أن الله على كل شيء قدير، وأن هي أسباب بس. ربنا بيسبب أسباب دي سنن، لكن لو غابت السنن خالص ربنا ما يقدرش يعمل حاجة، يقدر يعمل زي ما نصر الشباب بدون أسبابه، صح؟ كذلك الكلب حفظ بدون أسباب، وفي ناس تحفظ بأسباب عشان تعرف أن ما تعلقش بالإيه؟ ما تتعلقش بالسبب. والله من غير أسباب يعمل لك أي حاجة، ولو الأسباب كلها موجودة وربنا لم يرد ولا تقدر تعمل أي حاجة. وده بيخليك تقدر تفهم يعني التوكل. توكل خد بالأسباب، إياك تتعلق بالإيه؟ تتعلق بالسبب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولو ملئت منهم رعبا. ده كمان حفظ فوق الحفظ، ربنا حفظهم كمان إن خلى عليهم مهابة، لو فرضا فرضا حد دخل أول ما يشوفهم هيجري. ليه؟ الله أعلم. ربنا جعل عليهم مهابة وجعل اللي يشوفهم يترعب، إزاي ما عرفش، بس هو كده. ربنا بيقول لو أي حد دخل عليهم، كان بعد كل ده، ده بعد كل التدبير ده، لو افترضنا كل واحد تجاوز كل التدبيرات ديت ودخل بقى، مش هيقدر يقعد،
أول ما يشوفهم هيفر. خد بالك بعض المفسرين قالوا إن الكلام ده يقال للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه وهو أشجع خلق الله، إن الكلام موجه ليه. لو اطلعت، ما قالش لو اطلع عليهم، لوليت، يعني ربنا بيقول له أنت نفسك لو أنت اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. إيه ده، حتى أشجع الخلق لو شاف الناس دي يفر منهم، ربنا عمل فيهم إيه؟ علشان إيه؟ علشان يحفظوا بالحفظ العجيب دوت، ولا ملئت منهم رعبا. فكده ربنا يقول وكذلك إيه؟ بعثناهم ليتساءلوا بينهم. بعثناهم عشان يحصل بقى القصة كلها. هنا بعثناهم مش معنى كده كانوا ميتين، هما كانوا نايمين، بس ربنا وصف الموضوع بالبعث علشان هو كان أشبه بالموت عن النوم، وعلشان يدلل إن الحادثة دي دليل على الإيه؟ على البعث. انت دلوقتي ربنا انت بتقول ان انت استبعث من في القبور، ايه الدليل؟ في ادله كتير، منها ان انا عملت لكم قدامكم حاجات كده، قدامك شفت حاجات كده، ازاي تكذب ان انا اقدر ابعث الناس يوم القيامه؟ اذا كان بعثت ناس قدامك وشفتهم، ادي اصحاب الكهف، وادي قصه ابراهيم عليه السلام مع الطير، وقصه عزير مع الحمار، وقصه مثلا البقره لما قلنا اضربوه ببعضها، قام الراجل وقال قتلني فلان، القصة المشهورة، حاجات كتير حصلت في حياتكم شفتوها. بل ربنا يحيي ويميت كل لحظة، كل لحظة في خلايا بتموت وخلايا بتحيا، وخلايا بتموت وخلايا بتحيا، الياف خلايا عصبية بتموت وخلايا بتحيا، شعر بيقع وشعر بيطلع، نبات بيموت ونبات بيحيا، أرض بتموت وأرض بتحيا. ايه كل ده مش عاجبك؟ كل ده مش مصدق ان في بعث؟ حاجة عجيبة جدا. اوضح الامور البعث دي، قدرة ربنا على ليه؟ على البعث. افعينا بالخلق الاول، بل هم في لبس من خلق جديد. بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وده في رد على من زعم إن هم ضوافرهم طولت بقى وشعرهم مش عارف إيه، حصلش الكلام ده، بدليل إن هم نفسهم لما صحوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ولو ضوافرهم طولت وشعرهم طول والكلام ده صحيح إزاي؟ يعني في ضوافر تطول في نص يوم؟ هما لا ضوافرهم طولت ولا شعرهم طول، الكلام ده اسرائيليات ما لناش دعوه بيها، غلط يعني، مش القران بيدلل ان الكلام ده غلط، ما حصلش يعني، ولا شكلهم بشع ولا بتاع الكلام الجو ده صعب، عادي عادي جدا، زي ما كانهم ناموا ساعتين ثلاثه وقاموا، حتى بيكلموا بعض مفيش حد فيهم بص التاني يقول انت عامل كده ليه ده، يعني الدنيا بسيطه يعني. ودرجه ان هم ما استغربوش، احنا نمنا كام ساعه بس؟ يوما او بعض يوم. فطبعا لما هم اختلفوا، ناس يقولوا لا نمنا يوم، ناس يقولوا بقى بعض يوم، وقعدوا قعدوا يختلفوا. فلما لقوا الخلاف ملوش لازمه وقفوا الكلام خالص، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم برقمته. ودي فايده مهمه جدا، وهي فايده ان الجدال اذا كان لا ينتهي لشيء ومفيش حد فينا معاه دليل، فلنحسم الجدال ولنرده الى الله، ولننتقل إلى موضوع أهم. لو خدنا القاعدة دي في حياتنا كمصريين بالذات، هنبطل 90% من الكلام. أي جدال ما بيننا، فيش حد فينا عادل، خبر في جريدة، خبر في تلفزيون ما، بيقول لك لا والله ده أنا سمعت بيقول لك، لا ده بيقول لك، لا ده بيقول لك، لا والله ده بيقوله، ونتخانق مع بعض على اللي هو الوهم ده، ونخسر بعض وبتاع، ويطلع فيش اي حاجه من كان واحد مشير خبر قديم اصلا، والقصه ملهاش اي علاقه بالواقع. ايه العك كده؟ انت عارف بتقول ايه؟ لا فاهم، لا متاكد من الخبر؟ طب احنا بنتكلم في ايه يعني؟ ما نقفل الموضوع وخلاص، احنا هنأثر في الموضوع ده يعني؟ لا، طب نتكلم ليه؟ ما يعني ما ننهي الجدال دوت، ونوقف الايه النزيف اللي بيحصل ما بيننا دوت. نقول ربكم اعلم، الله اعلم الصحفيين، والله يمكن بيكذبوا، يمكن انا اعرفش، والله طالما بيقولوا كلام كده مطرطش ومحدش عارف اوله فين ومين اوله ومين اصله، مفيش داعي نقعد نجادل في هري ونهري نهري في حاجات ملهاش لازمه. ربكم اعلم بما لبستم. خش على المهم، انا دلوقتي الدنيا بيحصل فيها اخبار كتير يا جماعه، ايه اللي يهمني؟ انا يهمني نفسي، ايه اللي يحصل في الدنيا كويس اهتم بيه اجمالا، لكن لو هل انا بقى اركز في كل حاجه مع كل واحد؟ طب اركز مع نفسي امتى؟ اذا الحاجات اللي مش انت مش مؤثر فيها، او الكلام فيها مالوش لازمه، او موضوع مش هينتهي الحاجه، اقفل، خش على المهم،
ايه المهم هنقعد نقول يوم بعد يوم يوم بعد يوم مش هنوصل لحاجة، مفيش دليل مع واحد فينا. خلاص احنا ناكل اهم، ده الاهم دلوقتي. ابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه، بس كده خلاص بدأوا يجمعوا ليه فلوس اللي معاكم. ايه معاك انت فضة، معهم فلوس ورقيكم يعني الفضة يعني معهم عملات فضية كده. قال والله جمعوا الفلوس وخلي الراجل ايه يروح يشتري لنا ايه يشتري لنا اكل. وهي دي اللي هتسبب كل الأزمة، الفلوس هي دي اللي هتفقسهم. انت متخيل بعد 300 سنة واحد جايب عملة من 300 سنة بيشتري بيها، ايه ده انت منين؟ طبعا كل حاجة غريبة طبعا، اصلا هيخش المدينة كل حاجة هو هيستغرب كل حاجة والناس هتستغرب العملة اللي معاه، ايه ده هو بيتكلم بجد؟ تخيل واحد راح يشتري بجد بعملة من 300 سنة، انت بتتكلم بجد انت بتهزر؟ هو يقول له ايه لغايه ما ايه هيحصل ان هم يعرفوا يعني. فهي العمله دي هي السبب، هي تكون هو عشان كده ربنا ذكر ان ده محور مهم في القصه، وده السبب اللي يتعرف بيه. فلينظر ايها ازكى طعاما، وده قلنا احنا الناس دي كانوا اولاد ناس، قيل ابناء ملوك عشان كده بياكلوا افخم اكل. ازكى طعاما يعني ايه؟ اغلى حاجه. وقيل ازكى طعاما يعني الاطيب يعني الحلال، وده برضو يفهمك حاجه، انت بتتكلم في مجتمع اصلا ايه كافر، كله كافر، فاللي هما بيوصوا بعض يروح يشتري اكل بس خلي بالك هات اكل حلال، فيبقى المعنى هنا اما حلال او معناه نظيف قوي يعني، وايه المعنيين ما يتعارضوش، حلال وحلو، اكل نظيف وحلال. فبيطلبوا ليه؟ رغم بص رغم الازمه والشده والجو ده برضو بيراعوا ربنا في كل حاجه. ممكن يقول لك انتوا فيه ولا فيه يا عم؟ انت فيه ولا فيه؟ حلال بقى ولا حرام؟ عايزين ناكل وخلاص، احنا عارفين لاقيين نوم عشان تقول لي حلال ولا حرام. ما بعض الناس يقول لك كده، بعض الناس لما تشد الازمات تيجي تكلمه في حاجه في الدين يقول لك انت فيه ولا فيه؟ سايب الامه بقضاياها بالاقصى بالبتاع، وقعد تكلمني في ايه التعارض؟ واحنا لما الامه تبقى في ازمه مثلا نروح مهملين اي حاجه في الدين؟ يا جماعه نص نص نسيبها ايه؟ وايه والنص نص دي بتقاس على اساس ايه يعني؟ مفيش حاجه في الدين نص نص. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه كافه. الدين كله عظيم، في مستحبات وفي واجبات، بس الدين كله عظيم لان مصدره واحد كله من الله، فلازم ان احنا نعظم كل حاجه في الدين. بعض الناس يقول لك انتوا ايه انتوا قاعدين تتكلموا في الطهاره والصلاه وبتاع والامه بتذبح في مش عارف ايه، ماشي. طب انا دلوقتي هبطل اتكلم في الطهاره والصلاه، الامه افاقت يعني؟ انتصرنا الاقصى اتحرر اول ما سكت؟ طب انا اعمل ايه؟ طيب لا انا عارف احرر الاقصى ولا اتكلم في، طب اعمل ايه؟ طيب انا بعمل اللي تحت ايديا، بكلم الناس، بدعو الناس، بصلي، بستعمل سواك، ما ده يعني حاجات متاحه بعملها. هو انا عشان مش قادر احرر الاقصى بطل اتكلم في الطهاره؟ وايه التعارض يعني؟ ما لو قلنا القاعده دي كانت الامه من ايام عثمان بن عفان ما اتكلمتش في الطهاره، ان من ايامها ما الفتن ما وقفتش اصلا، مش كده ولا ايه؟ والكلمه برضو المشهوره الغلط يقول لك ايه ايه من ايه من افتى الناس مش عارف في الطهاره مش عارف ايه في بلد تراق فيه الدماء فقد خان الله ورسوله. ايه ده تجيبوا الكلام ده منين؟ من اين لك هذا؟ يعني واحد لو في بلد بتراق فيه الدماء مثلا كلم الناس في احكام الطهاره يبقى خان الله ورسوله؟ على اعتبار ان الائمه الاربعه دول كان في زمن ما كانش فيه سفك دماء من العباسيين مثلا او سفك دماء من بعض الامراء مثلا، كانوا بيتكلموا في كل حاجه. احنا بنتكلم في الدين كله في كل وقت. يعيبني لو انا مهتم بدي ومطنش التانيه خالص، ده ممكن يعاب. لكن انا علشان في قضيه كبيره قوي في الامه خلاص اهمل بقى السنن، ما تكلمنيش في حجاب، ما تكلمنيش في سواك، ما تكلمنيش في نواف، ما تكلمنيش في وتر، ما تكلمنيش في صيام عاشوراء لغايه ما نحرر الاقصى بقى. ما نتكلمش في اي حاجه بقى. الناس مش بقول لك اقصى ده كهف وهيموتوا يعني، الدين كله جوه الكهف ده، والناس دي لو ماتت الدين كله راح، مش بلد ولا 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 فئه ولا 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 ناس في بيتكلموا خد بالك تجيب لنا اكل مذبوح حلال وكلم في حته تردش عليه انت بتتكلم فيه ولا في ايه؟ ان الامه مهانه في ناكل اي حاجه لغايه ما الامه ايه التعارض يعني؟ فلازم بالعكس ده اهتمامك بكل تفاصيل الدين هو ده سبب النصر. كل تفاصيل الدين صغير وكبير، ان ربنا لما يرى منك الحرص ده على الدين بكل تفاصيله يرى انك اهل للتمكين فيمكن لك. وممكن حاجه صغيره زي دي تكون سبب ان ربنا ايه
يوفقك اللي بعديها اللي بعديها. طب انا دلوقتي الحاجه الكبيره مش قادر عليها والحاجه الصغيره ما بعملهاش، طب نعمل ايه؟ اذا كان اصلا انت عمرك ما هتاخد الحاجه الكبيره الا لما تعمل الحاجه ليه الصغيره، كان المعنى انت ما عملتش الصغيره هتعمل الكبيره، خليك كده لغايه ما تعمل حتى الصغيره، مش كده ولا ايه؟ مش ربنا قال لموسى في عز الازمه في عز الطحن قال واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكم بصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه. قال لك صلاه، احنا صلاه ايه ووقت ايه ده فرعون وبتاع، مش كده؟ تمام. اذكى فلياتكم وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعودوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وليتلطف دي مهمه جدا، ليتلطف دي بتديك منهج ازاي لو احنا مستضعفين قوي زي اصحاب الكهف نتعامل مع الظالمين. وليتلطف اختصرت كل حاجه، دي وسط. دايما الوسط فيه طرفين، ايه الطرفين اللي الوسط؟ الطرف الاول طرف اول ما بيلاقي ضغط عليه بيبيع، ده اسمه المداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون، يبيع كل حاجه. اول ما يلاقي ضغط على ليه على الدعوه والبتاع يقول لك انتوا عايزين ايه؟ نبيع الدين نبيعه، نفتي فتاوى باطله نفتي، نضل نضل، بس انت ايه ترضى عننا باشا ونطبل لك ونعمل لك اللي انت عايزه، المهم محدش يأذيني، فيبيع الدين كلية على طول، يداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. ده طرف. طرف التاني بقى عكسه خالص، متهور، لما يلاقي الدنيا كده يروح ايه لازم ننصر الدين، ويروح داخل في الظالمين على طول بالقوة، وعايز ايه؟ عايز يصطدم معهم بالقوة، رغم ان هو شتان بينه وبين قوتهم. فالنتيجة بتكون ان هو طبعا بيقتل او يسجن، فضلا عن تشريد واسرته وعياله واللي حواليه ومسجده والدنيا كلها، بس هو شايف ان هو كده انا نصرت الدين ومت في سبيل الله. ايوه، الموت في سبيل الله مش ان انت تموت بعد كده الدين يتاثر سلبيا والدعوه تتاثر سلبيا، لازم تفكر في العواقب. لما كل الدعاء يموت وكل الاسلاميين يموتوا استفدنا ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش كده في مكه، ربنا قال لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه، مش كده؟ فده التهور دوت في وقت الاستضعاف ده منهج غلط برضو. طب ايه الحل؟ اداهن؟ لا. طب اتهور؟ لا. ايه الحل؟ وليتلطف. ايه التلطف بقى؟ التلطف هو الثبات على كل معاني الدين مع محاولة تحييد القوة الايه الظالمة ديت، تجنب الصدام معها الى ان يكون لنا قوة وشوكة. تلطف، تلطف ده لا هو مدهنة، التلطف ده مش جبن، مش نفاق، انت شجاع وكل حاجة بس عاقل، ما التاني تهور وقلة عقل والتاني قلة ديانة، يعني واحد قلة عقل وواحد قلة ديانة، اللي في النص عقل وديانة. الديانة بحافظ على كل الدين، لا بيع ولا داهن ولا اقول باطل ولا اطعن في ثوابت. عقل يعني مش هتهور واصطدم وانا ضعيف جدا وهو انا متاكد ان النتيجه محسومه لصالح الباطل، وضيع راس مالي وضيع الناس وضيع مجهودي كل السنين ديت وتسرع، بل اصبر زي ما موسى صبر هو والمؤمنين، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام صبر في مكه. هو ده المنهج الوسط، التلطف في حاله زي ايه؟ زي امثال الايه الحالات ديت. طبعا انا طولت عليكم النهارده، مش عايز اطول اكتر من كده، ان شاء الله ان كان بقى المره الجايه يا ترى لما الراجل يروح يشتري بالفلوس الغريبه ديت هيحصل ايه؟ هنعرف بقى المرة الجاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.